رمضان مش خارج معه خالص. محمد رمضان جه دخل معه قعد اسبوعين ومشي او اتحرم لانه بس لما ملوش علاقه بالمعه خالص. رايك بشكل عام في اللي بيقدمه؟ شكرا. اللي بيقدمه مسيء للمجتمع وقدوه سيئه للمجتمع. وده انت شايف ان الشباب الصغير بيقلدوا ما يفعله في مسلسلاته من دم وقتل وعنف. واحنا ضد القتل والعنف والارهاب. اللي بيعمله ده نوع من الارهاب ببساطه شديده. قد يكون ممثل ورايي فيه انه يعني مش ممثل واو، ده ممثل عادي يدخل في سلم المتوسط مش اكتر من كده. يوظف شعبيته لخدمة الناس مش للقتل والدم والمخدرات. بص لكل شغله، مسلسلاته، اعماله، يا بيقتل يا بيتاجر في المخدرات يا صعيدي بيلتقي مش عارف ايه وكده. طب ما في عشرات الموضوعات، مئات الموضوعات الاخرى اللي ممكن تبقى اثر وممكن تبقى درس في المجتمع، درس في الاخلاق. انا ما بقولش هنعمل عظات، وانا مش مع الفن ضد العظه المباشره، انما نور الناس، حط بسمه على وش الناس يا اخي، بلاش الدم والعنف ده، احنا بنحارب. فلا تضف الى ارهاب الناس ارهابهم.